إن شاء الله. سؤال آخر أو محور آخر سيد المحترم، ما نشاهده اليوم من صور وانتهاكات متكررة، إبادة جماعية حقيقية في غزة، ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون، لا يستدعي من العالم الإسلامي ككل وأحرار العالم نصرة هذه القضية وفضح زيف هذا الكيان الصهيوني؟ أولا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح هذا الكيان الذي كان يدعي بأنه موطن ومحضن الحضارة والقيم الأخلاقية والالتزام بالقوانين الدولية، وبخاصة وأن جيش الاحتلال هو جيش أخلاقي، وأن الشعب الإسرائيلي أو الشعب اليهودي المحتل حقيقة لأرضنا كانوا يدعون ويقدمون أنفسهم للعالم بأنهم شعب حضاري متحضر وأنه لا يريد إيذاء أحد. اليوم بعد طوفان الأقصى أدى ذلك إلى أن يرتكب هذا الشعب المحتل الذي هو نفسه مفروض لما أصيب كما يدعون في قضية هولوكوست كان المفروض أن يحس بالرحمة، لأن هم يعني أوذوا في هذا المجال أو أوذي بعضهم، لكن وجدنا هذا الشعب لا يوجد له مثيل في الهمجية والإبادة الجماعية وعدم الرحمة، لا بالأطفال ولا بالنساء ولا بالمساجد ولا بالمستشفيات ولا بالصحفيين ولا بأي شيء. وأن يرتكب هذا الشعب جميع أنواع الجرائم، ليس جريمة واحدة، كل أنواع الجرائم المحظورة ليست في شريعتنا أو في الشرائع السماوية، وإنما في جميع القوانين الدولية كما يقول الأمم المتحدة. هذا العمل في حد ذاته أخي عبد الله إذا تسمح لي دقيقة واحدة، أدى إلى علامة كبيرة جدا ذكرها القرآن الكريم لنهاية هذا الاحتلال، وهو قوله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا الضمير راجع إلى العباد الذين هم عباد لله لا يخضعون ولا يسجدون إلا لله، أولو بأس شديد. أولي بأس شديد هؤلاء الذين لهم جامع بين الأمرين، بين العبودية لله والبأس الشديد أي المادة والروح، هؤلاء يفعلون عملا يترتب عليه سوءة وجوههم وسواد وجوه اليهود، واليوم فعلا اسودت وجوههم على مستوى العالم.